السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في توتوريال رقم 4 مادة T215A. التوتوريال بيتكلم على مجموعة من المفاهيم زي الداتا ريت والثروبوت والتكنولوجي اللي هي 802.11n، وإزاي بتحقق 802.11n ديت السرعة بتاعتها اللي ممكن تصل لخمس مرات سرعة الـ IEEE 802.11g وb. أول كلمة هنتكلم عليها موضوع الداتا ريت. كلمة داتا ريت أو البيت ريت أو الترانسميشن ريت ليها نفس المعنى، اللي هي أقصى سرعة لنقل البيانات اللي موجودة عندي في الظروف المثلى للشبكة. يبقى إذن هي total maximum data carrying capacity of the network in an optimum condition. optimum يعني مثلى أو أفضل حاجة. كلمة الداتا ريت، البيت ريت، ترانسميشن ريت هي maximum number of bit، يبقى أقصى عدد من البت اللي أنا ممكن أبعتها على الـ channel can be transmitted over the channel measured in bit per second. طيب الثروبوت، الثروبوت هو السرعة الفعلية بتاعتي اللي هو الـ actual bit rate. إزاي؟ على سبيل المثال مثلا أنا جاي باشتراك إنترنت من شركة STC، الاشتراك ده سرعته 5 ميجا بت بير سكند، لكن هو فعليا السرعة بتاعتي اللي بتوصلني البيت بتكون 3 ميجا بت بير سكند. يبقى إذا هنقول إن الـ 5 ميجا بت بير سكند ديت هي الداتا ريت، لكن ال 3 ميجا بت بير سكند هي الثروبوت. هنيجي بعد كده نوزع ال 3 ميجا بت بير سكند ديت على اليوزرز اللي موجودين في البيت. يعني معنى كده ان السرعه اللي هتوصل لكل يوزر هتكون اقل من ال 3 ميجا كمان. يبقى اذا كلمه ثروبوت اللي هي الاكشوال بيت ريت، لان بعض البيت ريت اللي موجود عندي بيتم استهلاكه، بيحصل له كونسامشن في المانجمنت والكنترول ترافيك. كلمه مانجمنت والكنترول ترافيك مقصود بيها ايه؟ هي عبارة عن بيانات إضافية بتبقى مع البيانات الأصلية. بمعنى لو أنا عايز أبعت رسالة، مش المفروض إن أنا بحط الرسالة جوه ظرف وبكتب عليها عنوان المرسل وعنوان المرسل إليه وبحط عليها طابع؟ هل الحاجات دي من أصل الرسالة؟ لا، دي حاجات إضافية أنا مجبر إن أنا أحطها. طيب بالمثل في حالة الكمبيوتر مثلا، أما أجي أبعت رسالة أو أبعت باكت، فالمفروض إن الباكت بينضاف عليها حاجة اسمها الهيدر. الهيدر ده يعادل السورس ادرس، عنوان السورس وعنوان الديستنيشن، ممكن يكون فيها حاجه اسمها فريم تشيك سيكونس، ممكن يكون فيها مجموعه معلومات اضافيه. دي اللي بيسموها المانجمنت والكنترول ترافيك. دايما بيكون الثروبوت اللي موجود عندي بيكون اقل من الداتا ريت، دي حاجه طبيعيه. فهو بيقول لي فين الـ IEEE 802.11G، المفروض انه البيت ريت بتاعي كان 54 ميجا بت بير سكند، لكن الاكشوال بيت ريت او اللي هو الثروبوت هيبقى 23 ميجا بت بير سكند. يعني مثلا انا ممكن اروح اشتري احدث اجهزه لاسلكيه في السوق واجي اشغلها عندي، مش هلاقي السرعه زي ما مكتوب عليها. يعني ممكن يكون مكتوب عليها مثلا ان انا هتديني سرعه 300 ميجا بت بير سكند، لكن انا الاقيها في البيت عندي 150 ميجا مثلا. ليه؟ لاسباب كتيره هنعرفها. هو بيقول لي من المهم ان احنا نعرف ان الثروبوت اللي موجود عندي دوت بيحصل له شيرنج، بيتوزع ما بين النودز اللي موجوده عندي على الشبكه. يعني لو انا داخل لي 3 ميجا بت بير سكند وعندي 10 اجهزه، فالمفروض ان ال 3 ميجا بت بير سكند دي بتتوزع على كل الاجهزه اللي موجوده في الشبكه عندي. يبقى بيقول لي كل ما عدد الاجهزه اللي موجوده عندي او النودز دي بيكتر، كل ما البيت ريت او الاكشوال بيت ريت او اللي هو اسمه الثروب بيقل. يبقى اذا as the number of communicating nodes increases the throughput available to each decreases. يبقى كل ما بتزود عدد النودز اللي موجود عندك في الشبكه، كل ما الثروبوت اللي موجود عندي بيقل. كمان في حاجه، كمان لو انا عندي نتورك والنتورك دي بيكون فيها different technologies، بمعنى انا عندي شبكه فيها ال IEEE 802.11b دي البت ريت بتاعها 11 ميجا بير سكند، وعندي كمان شبكه من نوع 802.g دي 54 ميجا بير سكند، وحطيت كمان شبكة إضافية من النوع N اللي هي 802.11N، البيت ريت بتاعها 288 ميجا بت بير سكند. يبقى أنا عندي different technologies، المفروض إنه بيكون فيه نوع من الكومباتيبلتي أو نوع من التوافقية ما بين الشبكات دي وبعضها، فالسرعة اللي هتشتغل عندها لكل الشبكات ديت لازم تقل لأقل واحدة منهم اللي هي البي. يبقى إذا هنا بيقول إن الداتا ريت اللي موجود عندي will be reduced، هيقل لو انا عندي نتورك بتدعم different versions of 802.11. ليه؟ عشان موضوع الكومباتيبلتي ايشوز اللي هي التوافقيه ما بين النتوركس وبعضها. كمان بيقول لي حتى لو انا عندي environment
والانفايرمنت دي البيت ريت بتاعها انا ممكن اعمل له عمليه مينتيننج عشان يبقى يوصل للماكسيمم، برضه البيت ريت اللي موجود عندي او اللي هو الثروبوت هيقل باستخدام المانجمنت اوفر هيد زي ما فهمت حضرتك قدام قبل كده. نقطتين اللي هما دي النقطه دي والنقطه ديت مش مهمين فاحنا ممكن نكنسلهم خالص. سؤال مهم مقالي بيقول لي list the items that affect the throughput of a wireless local area network. قول لي هي مجموعه العناصر اللي بتاثر على الثروبوت في حاله الوايرلس لان. اول حاجه هنتكلم فيها الداتا كارين كاباسيتي اللي هي البيت ريت. طيب ما احنا عارفين ان انه الثروبوت اللي موجود عندي هو عباره عن نسبه من البيت ريت، فكل ما يزيد البيت ريت كل ما يزيد الثروبوت. النقطه الثانيه حاجه اسمها اللوكال انترفيرنس. اللوكال انترفيرنس مقصود بيها وجود عوائق او انترفيرنس من شبكات ثانيه طبيعي، يعني مثلا زي ما حضراتكم عارفين كده ان الواي فاي والكوردلس فون والمايكرويف كلهم بيستخدموا نفس الفريكوانسي رينج اللي هو 800 اللي بتستخدمه الواي فاي اللي هو هيكون 2.4 جيجا هرتز. فلو الاجهزه دي كلها اشتغلت في نفس الوقت معنى كده ان الباند ويدث بتاعي بيقل، يبقى السرعه بتاعتي بتقل، يبقى اذا هنا هنتكلم على اللوكال انترفيرنس. نيجي نتكلم في نقطه ثانيه اسمها انفايرمنت اللي هي البيئه اللي بينبعت فيها الاشارات. والله لو البيئه دي فيها نويز كتيره معنى كده ان البيت ريت بتاعي هيقل، طالما ان البيت ريت هيقل يبقى المفروض ان الترابط اللي موجود عندي هيقل. equipment setup طريقه اعداد الاجهزه اللي مستخدمه في الشبكه اللاسلكيه نفسها. يا ترى الانتنز اللي موجوده الهوائيات اللي موجوده في الشبكه كلها متظبطه ولا في حاجات منها مش مظبوطه؟ طب طالما ان هي مش مظبوطه معنى كده ان البيت ريت هيقل. يعني لو احنا بنشتغل في حاجه اسمها في انواع من الانتنه المفروض انها بتركز الاشاره في اتجاه معين بيسموها ايزوتروبيك انتنه، في انواع تانية اسمها اومني انتنه. لازم الانتنه اللي موجوده عندي تكون متظبطه في الوضع الصح بتاعها زي ما هو بيقول هنا including antenna orientation. اخر نقطه ترانسميتر باور هي قوه الترانسميتر نفسه. طبعا مثلا انا ببعت اشاره كل ما تزيد القوه بتاعت الترانسميتر كل ما يقدر يبعت الاشاره المسافه ابعد، لكن المشكله في انه هيبعت الاشاره المسافه ابعد هيحصل انترفيرنس مع اشارات ثانيه. يبقى اذا قوه جهاز الارسال كل ما بتزيد الباور كل ما بتزيد المسافه اللي هيتم ارسال الاشاره فيها، وبالتالي بيزيد الانترفيرنس مع الاشارات الاخرى وبالتالي هيقلل لي البيت ريت. ممكن نضيف نقطه ثانيه اللي هي النمبر اوف نودز عدد النودز اللي موجوده عندي. كل ما يزيد عدد النودز في الشبكه كل ما يقل البيت ريت اللي موجود عندي وبالتالي هيقل الثروبوت. نيجي نتكلم عن الجدول ده، جدول مهم جدا ليه اختياري منه. هنيجي نتكلم على الاي تريبل اي 802.11a وبي وجي وان. طبعا هنا بنتكلم على الفريكوانسي باند. البي والجي والان بيستخدموا 2.4 جيجا هرتز. الان دي فيها نوعين اثنين، يا اما 2.4 جيجا هرتز يا اما 5 جيجا هرتز. احنا طبعا كل تركيزنا بيكون على الثلاثة اللي هم البي والجي والان. الاي دي محدش بيستخدمها قد كده. نتكلم بعد كده على الثيوريتيكال ماكسيموم داتا ريت. الداتا ريت في حالة البي كان 11 ميجا بير سكند، في حالة الجي كان 54 ميجا بير سكند. هنا بيعتمد على الفريكوانسي اللي موجود عندي. احنا متفقين ان كل ما زود الفريكوانسي كل ما يزيد البيت ريت. ففي حالة 2.4 جيجا هرتز كان 288 ميجا بير سكند. لو انا ضعفته بقى 5 جيجا هرتز يبقى المفروض ان الرقم ده هيتضاعف كمان يبقى 600 ميجا بت بير سكند. التيبيكال ثروبوت احنا عارفين ان الثروبوت اللي موجود عندي هو عباره عن الاكشوال بت ريت وبيكون نسبه من البت ريت الفعلي. فهنا 23 ميجا بت بير سكند، هنا 4.5 نسبه من ال 11، 19 ميجا بت بير سكند برضه نسبه من ال 54 وهكذا. هنا هنتكلم عن الماكسيمم رينج اللي انا ممكن ابعت فيه الاشاره. ده اكتيفيتي بيقول لي لو انا عندي 6 يوزر والستة يوزر دول متوصلين على وايرلس لوكال اريا نتورك اللي بتديني بيت ريت، البيت ريت بتاعها بيكون 54 ميجا بير سكند. ده غير ان الثروبوت او الاكشوال بيت ريت بتاعها بيكون 40% من ال 54 ميجا بير سكند. هو عايز يحسب التيبيكال افريج براكتيكال مسج داتا ريت بير يوزر، يعني هو عايز يحسب دلوقتي البيت ريت لكل يوزر. فاحنا متفقين دلوقتي ان الثروبوت بيكون 40% من البيت ريت زي ما قايل هنا. طيب 40% انا ما اقدرش استخدمها كده مباشره في العمليات الحسابيه، لازم احولها لرقم، فهاجي قاسم 40 على 100 هتديني 4 من 10.
واللي هيطلع طبعا هنضربه في ال 54 ميجا بير سكند. فمضرب 4 من 10 أو 40 على 100 مضروبة في 54 هتديني 21.6 من 10 ميجا بير سكند. المفروض إن ال 21.6 من 10 ميجا بير سكند دي بتتوزع على الست يوزرز اللي موجودين عندي. فإحنا عشان نحسب الثروبوت لكل يوزر هنقسم الرقم اللي هو 21.6 من 10 ميجا بير سكند على 6، هيديني البيت ريت أو الثروبوت لكل يوزر.